احنا عندنا مش عايز اقول فضيحه بس عندنا حاله من اللامبالاه، حاله ما تفهمش ايه. عندنا لاعبه امبارح كانت موجوده دكتوره ندى حافظ. ندى رايحه تلعب في المسابقه في سلاح الشيش وهي حامل في شهر السابع يا جماعه. فين بقى؟ هتقولنا حاجه في العالم كده حامل في الشهر السابع؟ يعني ممكن يعني الوضع يحصل في اي وقت يعني، ورايحه بتلعب وبتمثل جمهوريه مصر العربيه، والبنت بتعتذر بعد كده وبتقول المره دي انا كنت بحمل في احشائي بطل اوليمبيا. ستي ربنا يخليه ويجي بالسلامه وانت تبقي كويسه وابنك يبقى كويس. بس مين خد قرار زي ده؟ سلاح الشيش حاجه فيها حركه، والست يا جماعه ممكن تولد 7 شهور. مين صاحب القرار انها تروح وتكمل؟ انا مستغربكم، انا مستغرب كم الفضايح اللي انتوا عاملينها واللي احنا قاعدين نشوفها.